النشرة الرئيسية من الفضاء التربوية مساء الخير، البداية مع العناوين. الرئيس الأسد يصدر مرسوما بتعيين معاون وزير تربية جديد لشؤون التعليم المهني والتقني والمعلوماتية. انعقاد مجلس إدارة مركز القياس والتقويم لمناقشة خطة العمل للعام 2021. أهلا بكم. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 2 لعام 2021 القاضي بتعيين الدكتور المهندس محمود بهاء الدين بني المرجع معاونا لوزير التربية، وذلك انطلاقا من أهمية التعليم المهني والتقني وضرورة تطويره وتوظيف التكنولوجيا في جوانب التعليم المختلفة. بحضور وزير التربية الدكتور دارم طباع، انعقاد مجلس إدارة مركز القياس والتقويم لمناقشة ما تم إنجازه لعام 2020 وخطة العمل للعام 2021. راما زكريا والتفاصيل. ما تم إنجازه من أعمال لعام 2020 بالإضافة إلى خطة العمل الموضوعة للعام 2021. أهم المحاور التي تناولها المشاركون في اجتماع مجلس إدارة مركز القياس والتقويم التربوي. وزير التربية الدكتور دارم طباع أكد أهمية الابتعاد عن الكم المعرفي والاهتمام بالقيم المهارية وتطوير عملية القياس والتقويم، وخصوصا مع المناهج الجديدة، موضحا أن الهدف من عملية الأتمتة هو الشفافية وتحقيق إنجازات الطالب الحقيقية، والتي هي صلب عمل مركز القياس والتقويم. طبعا اليوم نحن عندنا اجتماع مجلس إدارة بضم إدارة المركز التقويم والقياس وبرئاسة السيد الوزير طبعا والسادة المعاونين ومجموعة من مدراء الوزارة. لدينا خطة عمل كان في العام الماضي عام 2020. سنطرح موضوع ما نفذ من هذه الخطة وما لم ينفذ منها، وما سبب طبعا الإعاقات فيما لم ينفذ. هذه هي وقفة طبعا، وقفة مراجعة للذات لكي يكون هناك انطلاقة جديدة في العمل في المراحل القادمة طبعا لتجاوز العثرات التي كانت. اليوم المحور الرئيسي هو مناقشة الخطة الماضية، ما نفذ من الخطة الماضية العام الماضي، وبحث الخطة الجديدة وشو التعديلات أو الاقتراحات الجديدة المطلوبة يعني للخطة القادمة للعام 2021 إن شاء الله. تعد عملية القياس والتقويم حجر الأساس في العملية التعليمية لما تقدمه نتائجها من أهمية بالنسبة للمعلم والطالب معا، من خلال تحديد مواطن القوة والضعف والسعي إلى التحسين والتطوير المستمر. بهدف تطوير العلاقات بين البلدين، التقى وزير التربية الدكتور دارم طباع سفير جمهورية كوريا الديمقراطية مون كونغ نام لبحث آفاق التعاون التربوي بين الجانبين. وزير التربية تحدث خلال اللقاء عن سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين بهدف النهوض بالواقع التعليمي في سوريا، وتبادل الزيارات بين المعلمين والأساتذة والطلاب للاستفادة من تجارب الجانبين، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تجهيز مذكرة تفاهم وتعاون لتوقيعها قريبا. بدوره شدد السفير الكوري على ضرورة توثيق وزيادة التعاون مع الجانب السوري بما يخدم تطوير القطاع التربوي وتحسين جودة التعليم. اطلع معاون وزير التربية الدكتور عبد الحكيم الحماد على سير العملية الامتحانية للدوامين الصباحي والمسائي في مدرسة الخليل بن أحمد الفراهيدي بدمشق، واطمأن على واقع الالتزام بتطبيق بنود البروتوكول الصحي ومدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية والصحية حفاظا على صحة الأبناء التلاميذ والأطر الإدارية والتعليمية. كما التقى الدكتور الحماد الإدارة المدرسية واستمع منهم إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم للارتقاء بالعملية التربوية، ووجه إلى وجوب تلافي الملاحظات وتعزيز الجوانب الإيجابية وترسيخ التعاون والتشاركية مع الأطر التعليمية. بتحدي وأسرار على التفوق، طلاب مدارس حماة يتابعون تقديم امتحاناتهم النصفية بأجواء من الهدوء والراحة. وليد سلطان والتفاصيل. يتابع طلابنا تقديم امتحانات الفصل الدراسي الأول وهم أكثر إصرارا على التفوق والتميز. هذا وقدم طلاب مدرسة البناء امتحاناتهم ضمن أجواء مريحة بعدما أجرت إدارة المدرسة عمليات التنظيف والتعقيم للمرافق كافة. المدرسة أخذت كل الاحتياطات الاحترازية من أول ما بديت أزمة كورونا،
نحن أول المدارس يلي جبنا غرف معقمة للطلاب، أول المدارس اللي اهتمينا بالتعقيم وبالتباعد الاجتماعي وبإجبار الطالب على وضع الكمامات. أول مدرسة بحما نحن وظفنا دكتور ناشئ، وهو عمل برنامج عمل للمدرسة بشكل أنه كل نهار عنده فحص دوري للطلاب، فحص دوري للإداريين، فحص دوري للأساتذة، وطبعاً عمل لهم دفتر معين حتى نتابع حرارتهم أكسجينهم في حال حصل شيء، والحمد لله نحن عناية فائقة. بدورهم الطلاب أبدوا قبول التحدي فيما بينهم ودخول المنافسة العلمية لتحقيق المراكز المتقدمة في سلم النجاح. نحن اليوم عندنا فحص العربي، نكتب أنه كتير الأسئلة سهلة كانت الحمد لله، وكله أخذينها بالمنهاج، والدخول على المدرسة كتير منيحة، والتعقيم كله. هلأ الأسئلة كانت من المنهاج، كنا أخذينها طبعا من بأثناء السنة الفصل الأول، كانت الأسئلة سهلة كتير، وكان إذا في أسئلة كان في تواصل مع الأنسة رغد جمال على مجموعة الواتساب. الأسئلة كانت كتير سهلة من المنهاج، وخلال الأستاذ أعطينا إياها خلال السنة، وكتير مناسبة للطلاب كله، وكتير سهلة يعني فينا نحلها كلنا. إدارة المدرسة بيّنت أن الأسئلة وضعت لتناسب مدارك وقدرات الطلاب وبالتالي قياس مهاراتهم العملية. بالنسبة للامتحانات كانت مدرسة البناء الخاصة مراعية لجميع الشروط اللي حطتها وزارة التربية. بالنسبة للأسئلة كانت مراعية لجميع الفروق الفردية لإبراز مكانات الطلاب وإمكاناتهم على جميع المستويات، وطبعا راعينا إدخال الأتمتة بجميع المواد، طبعا مطبقين كل شروط وزارة التربية بهذا الشيء. وزارة التربية تولي جل الاهتمام للعملية الامتحانية سواء الفصلية أو الامتحانات النهائية، فهي حصيلة جهد وعمل متواصل خلال عام دراسي كامل تعكس المنتج التربوي بشكل صحيح. يذكر أن الامتحانات الفصلية تنتهي يوم الخميس في 14 من شهر كانون الثاني الجاري. وليد سلطان، الفضائية التربوية السورية، حما. انطلاقا من اهتمام وزارة التربية بتلاميذ الفئة باء وإعطائهم حقهم بالتعليم، كاميرا تربوية واكبت سير امتحاناتهم في مدرسة الشهيد إياد زين الدين بالسويداء وعادت بهذه التغطية. أحلل وأركب برياضيات، تعلمت أكتب الكتابة، تعلمت أكتب اسم أبويا. هي كلمات عبرت بها أحلام عن سعادتها بقدرتها على كتابة اسم أبيها وتعلمها الأرقام لتجيب عن أسئلة اختبار مادة الرياضيات، بعد أن التحقت مع زملائها في شعبة الفئة باء في مدرسة الشهيد إياد زين الدين للتعليم الأساسي بالسويداء بمحاولة منها لإنجاز عام كامل مكثف في فصل دراسي واحد. حنسوي امتحان الرياضيات وبستكمل أصير أنسى. تعلمت بالرياضيات الأرقام، تعلمت بالمدرسة الكتابة والقراءة. وانطلاقا من اهتمام مديرية التربية بتلاميذ الفئة باء، تفقد كل من رئيس دائرة التعليم الأساسي ليلى جهجاه ورئيس دائرة التخطيط والإحصاء عماد فرحات والمشرفة التربوية عبير زين الدين سير امتحاناتهم، مؤكدين على أهمية استقطاب هذه الفئة ورعايتها. تلاميذ الفئة باء هم التلاميذ اللي فقدوا أكثر من سنتين من دراستهم، ممكن يكونوا غير ملتحقين أو متسربين وعايدين من التسرب. أعدادهم بمحافظة السويداء 225 تلميذ موزعين على 37 مدرسة يدرسون منهاج الفئة بي المكثف. تم تجهيز غرف بكامل الاحتياجات وبالمنهاج والكادر المجهز ومدرب. نواجه يعني بعض الصعوبات من خلال الوضع الاجتماعي، الوضع الاقتصادي، غياب التلاميذ بشكل مستمر عن الدوام المدرسي، الأوضاع المادية السيئة اللي بتواجههم بتمنعهم من الحضور إلى المدرسة، أيضا الغياب المتكرر بمنعهم من التحصيل العلمي بشكل مستمر أو بشكل دائم. نسعى جاهدين خلال المهارات الحياتية اليومية، مثلا تقريب التلاميذ للمدرسة، محبتنا للتلاميذ تنعكس عليهم، حبهم للعلم. تبذل وزارة التربية الجهود الحثيثة للاهتمام بأطفال الفئة ب لتعطيهم أحقهم بالتعليم ولتأمين مستلزماتهم الدراسية. للتربوية السورية، سماهر دنون، السويداء. ومن الفضائية التربوية نشرتنا مستمرة، وفيها بعد الفاصل. جامعة دمشق تمدد فترة قبول طلبات التحويل المتماثل وتغيير القيد في التعليم المفتوح.
مددت جامعة دمشق فترة قبول طلبات التحويل المتماثل وتغيير القيد في نظام التعليم المفتوح للعام الدراسي 2020-2021 حتى يوم الخميس في 14 من الشهر الجاري. ويضم نظام التعليم المفتوح في جامعة دمشق برامج الترجمة والمحاسبة وإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة ورياض الأطفال والدراسات القانونية والدراسات الدولية والدبلوماسية والإعلام. وصلنا إلى ختام النشرة، نعود لنذكر بالعناوين. الرئيس الأسد يصدر مرسوما بتعيين معاون وزير تربية جديد لشؤون التعليم المهني والتقني والمعلوماتية. انعقاد مجلس إدارة مركز القياس والتقويم لمناقشة خطة العمل للعام 2021. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.